إذن مشاهدينا، ما زالت الجلسة مليئة بالمشاحنات والاعتراضات الواضحة أثناء كلمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول خطورة عدم الموافقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتعقيبا ينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر سكايب الأستاذ محمد رجائي بركات، خبير العلاقات العربية الأوروبية من بروكسل. من وقع متابعتك أستاذ محمد الجلسة وهذه الحالة المحيطة بكلمة رئيسة الوزراء رفضا لما تقوله عن أهمية اتفاق الخروج وضرورة الموافقة عليه، هل تتوقع أن التوقعات ستسير نحو رفض هذا الاتفاق؟ أن التوقعات ستسير نحو رفض هذا الاتفاق. شاهدنا كيف واجه بعض الأعضاء المجلس السيدة تيريزا ماي بالصراخ، وبالتالي أعتقد أنهم لن يمنحوها الموافقة على الاتفاقية. وطبعا هذا كان شيء متوقع منذ عدة أيام. لم تستطع إقناع أغلبية أعضاء البرلمان، ولم تستطع أن تحصل أيضا على الضمانات الكافية وعلى موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي، رؤساء دول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم يوافقوا على إعطائها بعض التنازلات، وخاصة إعادة التفاوض بشأن هذه الاتفاقية التي يرفضها أعضاء البرلمان البريطاني. نعم، يعني بما تفسر إصرار تيريزا ماي على أنه رفض هذه الخطة وبمثابة رفض لإرادة الشعب البريطاني، لماذا يعني تربط بين بنود هذا الاتفاق المعترض عليها بشكل كبير من قبل أعضاء البرلمان وما بين إرادة الشعب البريطاني في الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ هي تحاول أن تلعب على موضوع الديمقراطية، أن الشعب البريطاني صوت على الخروج من الاتحاد الأوروبي ويجب احترام قراره، ولكن هي تنسى أن هذا التصويت، هذا الاستفتاء جرى في ظروف لم تكن ظروفا طبيعية. كان هناك لعب واستغلال لموضوع الإرهاب وأيضا أزمة اللاجئين، وبالتالي تخوف الشعب البريطاني من عدة أمور وصوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. فيما لو تمت إعادة الاستفتاء ثانية خلال الأسابيع القادمة، كافة استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من 60% أو 65% من الشعب البريطاني يؤيدون البقاء داخل دول الاتحاد الأوروبي. الآن الشعب البريطاني وكثير من المسؤولين الأوروبيين شعروا بالخسارة التي ستنجم عن خروج بريطانيا، وشاهدوا الآن الصعوبات التي واجهت السيدة تيريزا ماي خلال المفاوضات التي لم تنتهي بعد. يعني حتى لو وافق مجلس النواب المجلس العمومي البريطاني على هذه الاتفاقية، هناك إعلان سياسي مرفق بالاتفاقية، وهذا الإعلان السياسي يعلن نوعا ما بدء المفاوضات الحقيقية فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي، مشاكل الصيد، الكثير من الأمور الهامة التي لم يتم حتى الآن. هي تطرقت أيضا إلى المسائل الأمنية، أنها يعني هي هامة في إطار هذا الاتفاق يعني علاقات أفضل مع أوروبا، ليس فقط الجانب التجاري وإنما الجانب الأمني. حتى الجانب الأمني، يعني بإمكان بريطانيا أن تبرم اتفاقيات أمنية مع الاتحاد الأوروبي، ولكن تعاون في المجال الأمني صعب حتى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفسه. نعلم أنه في هذا المجال كل دولة تحاول الحفاظ على سرية المعلومات المتوفرة لديها. صحيح أن هناك اتفاقيات وموافقة بين دول الأعضاء، خاصة بعد كل عملية إرهابية تجري في أوروبا، على زيادة التعاون، ولكن نجد أن هذا التعاون يبقى كما هو. فبالتالي يعني هي تحاول أن تستغل كافة الإمكانيات المتوفرة من أجل محاولة إقناع أعضاء مجلس العموم البريطاني، ولكن أعتقد أنها ستفشل في ذلك. نعم، مع إقرار فشلها بذلك أنه الاحتمال الأكبر أستاذ محمد، فرصة إجراء تعديلات على الاتفاق هل واردة في الأيام القادمة؟
لا أعتقد ذلك. يعني دول الاتحاد الأوروبي قدمت ما تستطيع تقديمه لبريطانيا من أجل إنجاح خروج سلس من الاتحاد الأوروبي، ولكن لا أعتقد أن رؤساء دول الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيوافقوا على منح تنازلات أخرى. الخلاف الهام بشأن إيرلندا الشمالية والجنوبية، دول الاتحاد الأوروبي أرسلت رسالة إلى السيدة تريزا مي تعلمها بأن هذه الوثيقة ستكون بمثابة وثيقة قانونية، ولن يكون هناك حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا جمهورية إيرلندا، ولكن هذا غير مقنع بالنسبة لأعضاء مجلس العموم البريطاني. هل في رأيك هذه النقطة تحديدا، يعني إقرار حدود فيما بين إنجلترا وإيرلندا الشمالية، واحد من المخاوف الرئيسية التي تجعل النواب يعني لا يستطيعون حتى تحمل كلمة رئيسة الوزراء البريطانية؟ هذه ليست هي النقطة الوحيدة، يعني الكثير من أعضاء مجلس العموم يرون أن الاستمرار في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، التعاون الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، كأنه لم يكن هناك خروج من الاتحاد الأوروبي، سيبقى بالنسبة لهم الاتحاد الأوروبي مسيطرا على القوانين المتعلقة بالاتحاد الجمركي، فبالتالي هناك عدد من أعضاء مجلس العموم يرفضون هذا الاتفاق لهذا السبب. فالكثير من الأمور يعني لا زالت بدون حل، والسيدة تريزا مي سيكون من الصعب عليها أن تجد حلا معها حتى يوم الاثنين القادم من أجل تقديم خطة بديلة للاتفاقية، ولكن ذلك لن يكون ممكنا. أعتقد الحل الوحيد أمام السيدة تريزا مي ولا شيء يمنع ذلك هي أن تعترف بالوضع الحالي وأن تقول لا نريد الخروج، وأن تبقى بريطانيا داخل دول الاتحاد الأوروبي، أو أن تقول علينا إعادة التصويت مرة أخرى، استفتاء مرة أخرى. وهنا سيكون هناك ثلاثة احتمالات: إما التصويت من أجل الإبقاء على هذه الاتفاقية، أو الخروج، أو عدم الخروج. وعلى الأغلب سيصوت البريطانيون في هذه الحالة داخل الاتحاد الأوروبي. نعم، يعني إذا ما تحقق هذا السيناريو، مصير حكومة تريزا ماي نفسها، لأنه مسألة سحب الثقة عن حكومتها في حالة رفض الاتفاق أيضا كان من الأمور المتوقعة أو الواردة في أعقاب هذه الجلسة الساخنة. طبعا حتى أعضاء من حزبها تحدثوا عن هذا الموضوع، وقد يتم تقديم عريضة لسحب الثقة، وفي هذه الحالة يعني هل سيتم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة؟ كان هناك أيضا حل آخر. طيب عفوا يا أستاذ محمد، نحن الآن نتابع عملية التصويت في مجلس العموم البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. إذن مشاهدينا، نحن في لحظة تاريخية تواجهها بريطانيا. المنتظر الآن تصويت أعضاء مجلس العموم البريطاني على خطة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكزيت. وتابعنا جلسة ساخنة، تابعنا ردود أفعال غاضبة على كلمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تحدثت
عن تأييدها لهذا الاتفاق وترى فيه مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وطلبت النواب بالتحلي بالمسؤولية. ما زلنا في متابعتنا على الهواء مباشرة لمصير هذا الاتفاق، وما زال معنا على الهواء مباشرة أيضا عبر سكايب من بروكسل أستاذ محمد رجائي بركات، خبير العلاقات العربية الأوروبية. أستاذ محمد، هي لحظة تاريخية في بريطانيا، هل تعتبر أنها لحظة تاريخية أيضا فيما يتعلق بمصير التكتل الأوروبي نفسه؟ لأنه كان هناك مخاوف عديدة من أن تحدو دول أخرى حدو بريطانيا. بعد مشاهدة وبعد أن عاش الاتحاد الأوروبي هذه التجربة السيئة نوعا ما، لا أعتقد أن دولا أخرى ستقوم باتخاذ مبادرات كهذه إلا في حال فوز اليمين المتطرف بشكل أكبر في عدد من العواصم الأوروبية ووصوله إلى الحكم. قد يكون هناك محاولات من قبل تلك الدول للخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن الآن أعتقد الجميع يعلم ويعي بشكل جيد أهمية وجود الاتحاد الأوروبي بالنسبة لأوروبا. And المادة F قد وافقت الأغلبية من قالت نعم وفي مقابل لا، فسيخبرنا النائبان عن الاتفاق أكثر عن الاتفاق. في الجلسة الآن أستاذ محمد رجائي بركات، ما زلت معي؟ أنا ما زلت معكم. طيب، نعم. من واقع متابعتك، ما الذي يحدث الآن وما المنتظر في هذه اللحظات؟ أعتقد كما هو متوقع، المنتظر هو أن لا تمنح الموافقة على هذه الاتفاقية، هذا ما ننتظره الآن. لكن هناك حالة يعني من عدم الانتظام واضحة في جلسة مجلس العموم البريطاني نتابعها الآن. كنا نتحدث عن مصير التكتل الأوروبي، في رأيك يعني سواء قوبل الاتفاق بالرفض أو بالموافقة، هل سيؤثر ذلك بشكل أو بآخر على التيارات الشعبوية الرافضة لفكرة التكتل الأوروبي، تزيد من قوتها يعني إذا تمت الموافقة على الاتفاق، أو على العكس تزداد ضغوطها إذا رفض الاتفاق؟ أعتقد إذا رفض الاتفاق سيكون ذلك بمثابة تأكيد على أهمية تواجد وأهمية وجود الاتحاد الأوروبي بالنسبة للشعوب الأوروبية، وهذا يعني أن الشعوب بشكل عام ستفكر وستعلم ستعي بشكل أكبر أهمية الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أهم شيء أنه سمح لأوروبا أن تعيش بسلام، لا توجد هناك حروب منذ الحرب العالمية الثانية بين الدول الأوروبية. إذا ازدادت القومية والشعبوية بين في دول الاتحاد الأوروبي فهذا سيكون سبب ربما في وقوع حروب ومشاكل بين تلك الدول. أيضا الاتحاد الأوروبي سمح لأوروبا والشعوب الأوروبية بالتجول في الدول الأعضاء في منطقة شنغن، في حي شنغن، بحرية تامة. وأيضا وجود اليورو سهل الكثير على الشعوب الأوروبية، ولكن بريطانيا، وهذا ما أريد أن أقوله، بريطانيا حتى الآن هي ليست عضوا في شنغن وليست عضوا أيضا ولا تستخدم اليورو، ما زالت تحافظ على الجنيه الاسترليني. فبالتالي بريطانيا هي داخل الاتحاد الأوروبي ولكنها في نفس الوقت
لا تشارك في كافة نشاطات وكافة مجالات عمل الاتحاد الأوروبي. وأيضا من الناحية السياسية، المعروف أن بريطانيا سياستها الخارجية أكثر منها مؤيدة للولايات المتحدة الأمريكية من تأييدها للسياسات الأوروبية، سواء كان ذلك ما يتعلق بأزمات الشرق الأوسط، الخليج، وكافة الأزمات الدولية. الجنرال ديغول كان يرفض ورفض دخول بريطانيا للاتحاد الأوروبي مرتين، وذلك لأنه يعلم أنه، وكان يقول أن بريطانيا هي تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من تأييدها لأوروبا. فبالتالي البعض يرى أن ربما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيسهل عمل الاتحاد الأوروبي. يعني وجدنا حتى داخل البرلمان الأوروبي الكثير من البرلمانيين الأوروبيين كانوا يحاربون المؤسسات الاتحاد الأوروبي من الداخل، أمثال نايجل فرج وغيره. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ محمد رجائي بركات. ما زلنا مع المتابعة في انتظار نتيجة التصويت من قبل مجلس العموم البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. وينضم إلينا هاتفيا من لندن الإعلامي الأستاذ خالد مصطفى. أستاذ خالد، يعني من واقع متابعتك لهذه الجلسة وتحديدا كلمة تيريزا ماي التي لم تلقى أذانا من قبل أعضاء مجلس العموم. بالفعل الكلمة لم تلقى أذانا من قبل أعضاء مجلس العموم، لكن تيريزا ماي ما زالت حتى الرمق الأخير مصممة على عملية الخروج بنفس الاتفاقية، وقالت أكثر من مرة داخل مجلس العموم قبل دقائق أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل التعديل على أي اتفاق تم الاتفاق عليه الشهرين الماضيين، حتى أنها رفضت بعض المقترحات تقدم بها النواب، لأن أحد النواب قال أن أحد الكتل قال إن عملية التصويت من الممكن أن تخرج بريطانيا يوم 29 من مارس، ولكن يكون هناك فترة يعاد فيه بعض بنود الاتفاقية، وتحاول تريزا ماي أن تتعامل مع الاتحاد الأوروبي من جديد خلال هذه النقاط، خاصة نقطة الباكستوب أو الحدود الأيرلندية. لكن تريزا ماي رفضت في كلمتها كل هذه الأحاديث، وقالت إن خروج بريطانيا لا يجب أن يكون على نص الاتفاقية، لأن الاتحاد الأوروبي سوف يرفض أي تعديلات يقوم بها البرلمان. نعم، نحن نتابع طبعا جلسة مجلس العموم، نتيجة التصويت يعني والإجراءات التي تتخذ الآن، كيف تصفوها لنا وموعد التصويت تحديدا؟ أعتقد التصويت حينتهي الثامنة بتوقيت جرينيتش، العاشرة بتوقيت القاهرة، وسوف تعلن بعدها بدقائق من مررت الاتفاقية أو لا تمر. نعم، في حالة يعني التواجد الآن داخل أروقة البرلمان، في متابعتنا كان هناك أشخاص متجمعين خارج مجلس العموم البريطاني في محاولة لإعلان الرفض أيضا على الاتفاق. هؤلاء ما زالوا متواجدين؟ هؤلاء الأشخاص متواجدون منذ 3 أشهر أمام البرلمان. نعم، متواجدون في هذه اللحظات يعني بنفس التواجد، أم الحدة أكبر أو الأعداد أكبر بما أنها لحظة التصويت الحاسمة؟ نفس الأعداد. نعم، أشكرك أستاذ خالد مصطفى الإعلامي من لندن، وما زلنا معكم مشاهدينا نتابع جلسة مجلس العموم البريطاني التي من المنتظر يعني بعد أقل من حوالي الساعة من الآن أن يجري في نهايتها تصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بالموافقة أو بالرفض، والميل الأكبر يميل إلى الرفض بالنظر إلى ردود الأفعال الغاضبة تحديدا التي كانت محيطة بكلمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. حاولت من جانبها ماي أن تؤكد أن هذا الاتفاق بدونه لا مستقبل للعلاقات مع أوروبا سواء أمنيا أو تجاريا، و أكدت أن كل عضو داخل مجلس النواب أو العموم البريطاني يجب أن يتحلى بالمسؤولية، لأنه قرار سيعتمد عليه مستقبل الأجيال القادمة. ما زال معنا الأستاذ محمد رجائي بركات عبر سكايب من بروكسل. يعني ردود الأفعال أو الأجواء في انتظار هذه اللحظات الحاسمة في رأيك، يعني كيف تصفوها من واقع متابعتك من خلال تواجدك في بروكسل أستاذ محمد؟ أعتقد أن ما تقول السيدة تيريزا ماي مبالغ فيها،
أعتقد أن مستقبل الأجيال في أوروبا وليس فقط في بريطانيا، مستقبل تلك الأجيال ومصلحة تلك الأجيال أن يكون الاتحاد الأوروبي اتحادا قويا، وأن يستمر الاتحاد الأوروبي وأن يطور الصلاحيات الممنوحة له على مستوى كافة المؤسسات ومنها البرلمان الأوروبي أيضا. فبالتالي بريطانيا، وهذا ما تنكره السيدة تريزا مي، استفادت من وجود الاتحاد الأوروبي، والدليل على ذلك أن التحول الذي جرى داخل الرأي العام البريطاني الذي كان في البداية راف يرفض البقاء داخل الاتحاد، نظرا لأنه لم يكن على علم بحقيقة الأمور وحقيقة المصالح التي يجنيها من تواجده داخل الاتحاد الأوروبي. عندما صوت البريطانيون على الخروج، كان هناك أجواء يعني غير سليمة، أجواء يسودها الخوف من الإرهاب، وكان هناك تصور لدى المواطنين البريطانيين أو لدى بعضهم بأن وجود الأجانب، العمال الأجانب حتى الأوروبيون منهم، يسيء إلى اقتصاد وإلى مستوى معيشة المواطنين البريطانيين، ولكن وأيضا الخوف من الهجرة واللجوء. كان هناك أزمة اللجوء من سوريا ومن بعض الدول إلى أوروبا وخاصة إلى بريطانيا، فبالتالي أجواء الخوف هذه جعلت 51% من البريطانيين يصوتون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. الآن تغيرت الأمور، وأعتقد أن الشعب البريطاني أو جزء كبير منه أعاد النظر في موقفه واطلع على حقيقة ما سيخسره، ما ستخسر بريطانيا من خروجها من الاتحاد الأوروبي. لذلك نجد أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من ما بين 60-65% من البريطانيين يريدون البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. الكثير من البريطانيين الذين يعملون داخل دول الاتحاد الأوروبي الآن في حال الخروج سيفقدوا عملهم، سيفقدوا الكثير من الميزات في حال الخروج أيضا، يعني تكون هناك مشاكل اقتصادية كبيرة ستواجهها بريطانيا، وأيضا دول الاتحاد الأوروبي في حال خروج بريطانيا ستخسر، ولكن الخسارة ستكون أكبر بالنسبة لبريطانيا. نعم، أرجو أن تبقى معنا أستاذ محمد رجائي، ما زلنا نتابع معك على الهواء مباشرة المداولات التي تجري داخل مجلس العموم البريطاني فيما قبل التصويت الذي سيجري بعد قليل. وينضم إلينا عبر الهاتف أيضا من لندن الصحفي الأستاذ عمر بشير. أستاذ عمر، يعني في هذه اللحظات التاريخية كيف يترقب البريطانيون هذه اللحظات، يعني سواء في الشوارع أو في وسائل الإعلام؟ أستاذ عمر. نعم أسمعك. نعم، كيف يراقب البريطانيون وينتظرون هذه اللحظات الحاسمة سواء في الشارع أو في وسائل الإعلام؟ يعني الآن خرج البرلمان البريطاني في وستمنستر في جلسة في استراحة كبيرة بعد أن تم التصويت على المقترحات على التعديلات على اتفاق الخروج، والجميع ينتظر ما ستحمله الساعة القادمة من تطورات. يعني الكل في بريطانيا وفي أوروبا يتابع لما يدور في وستمنستر هنا في لندن. على أي حال، المؤشرات كلها تصب بأن البرلمان البريطاني لن يمرر هذا الاتفاق أو هذه الخطة التي تقدمت بها تريزا مي والتي توصلت بها تريزا مي مع الأوروبيين لعدة أسباب، أنها لن تحصل على دعم كافي من البرلمان. هي تحتاج إلى 320 صوتا في البرلمان وستمنستر، ولكن فعليا هي تفقد الكثير من الأصوات. حزب المحافظين نفسه منقسم، نتحدث عن ما يقرب من 100 صوت سوف تخسرها تريزا مي من حزبها الذي يشكل 318 نائبا في البرلمان. أيضا حزب الدي يو بي الوحدوي الديمقراطي الوحدوي الإيرلندي حليف المحافظين في الحكومة أعلن موقفه منذ صباح اليوم رسميا أنه لن يصوت لصالح الاتفاق. المعارضة أيضا بدعامة حزب العمال أعلنت أنها ترفض هذا الاتفاق. بالتالي كل المؤشرات تميل وبقوة أن هذا الاتفاق لن يمر
في البرلمان خلال الساعة المقبلة. ربما يعني لا نريد أن نسبق الأحداث، ولكن بعد أقل من ساعة الجمعية يتوقع أن يعلن البرلمان رفضه لهذه الخطة، وبالتالي على الحكومة البريطانية أن تقدم خطة بديلة خلال فترة قصيرة جدا، نتحدث عن 3 أيام، وهو الأمر الذي يعني سيكون مستحيل على تيريزا ماي أن تقوم بالتعديل. نعم، يعني هذا ما قلته، أن هذا الإجراء المنتظر إذا ما رفض البرلمان أن تقدم تيريزا ماي خطة بديلة خلال هذه الفترة القصيرة جدا، هذا أمر مستحيل. إذا كانت تيريزا ماي قد فشلت على مدار عام ونصف من المفاوضات مع الأوروبيين في التوصل للاتفاق، قد تنجح في تمريره، كانت آملة أن تنجح في تمريره على من خلال البرلمان البريطاني، مجلس العموم البريطاني في وستمنستر، هي بالتأكيد تكون عاجزة عن إيجاد مخرج خلال 3 أيام. بالتالي تصبح السيناريوهات يعني معروفة قانونيا، إذا ما رفض البرلمان، وهذا متوقع، إذا ما رفض البرلمان الاتفاق يبقى على تيريزا ماي إما أن تعلن استقالتها من الحكومة وبالتالي تدخل البلاد في انتخابات مبكرة، أو أن يطلب البرلمان كخيار آخر، أن يطلب البرلمان العودة إلى الشعب لإجراء استفتاء على الاتفاق وليس على الخروج من الاتحاد الأوروبي على غرار ما حصل في الاستفتاء الأول عام 2016. الخيار الثالث أيضا المتاح هو العودة إلى قرار المحكمة الأوروبية التي أجازت بريطانيا قبل شهر من الآن أن تتراجع عن موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن هذا القرار يعني يبقى صعب جدا لأنه ينسف الديمقراطية هنا في بريطانيا التي استفتى فيها الشعب وقال كلمته في العام 2016 وأيد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ليبقى الخيار الأخير، وأيضا هذا الخيار صعب جدا، وهو الخروج بالنوديل، الخروج بالاتفاق، وعليه تبعيات اقتصادية خطيرة وأيضا سياسية أخطر على إيرلندا الشمالية، تحديدا على وضع الحدود في إيرلندا الشمالية والعلاقة المستقبلية مع جمهورية إيرلندا الدولة في الاتحاد الأوروبي. بالتالي المملكة المتحدة ربما لا نبالغ إذا قلنا أن مستقبلها ككيان واحد بات على المحك، وهذا ما أعلنه أيضا حزب الديوبي اليوم، أحد نواب حزب الديوبي في البرلمان البريطاني السيد سامي ويلسون، قال إن هذا الاتفاق يحقق نجاح لما فشل فيه الإرهابيون في عزل إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة. يعني الجميع يعرف أن هناك اتفاق أنهى الحرب الأهلية، الحرب الكبيرة في إيرلندا وقع في العام 1998، هذا الاتفاق اتفاق الجمعة العظيمة أدى إلى وضع قائم الآن في إيرلندا، لا توجد حدود تفصل بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية الكيان أو الإقليم السابع للمملكة المتحدة. اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بصيغته الحالية سوف يضع حدود في المستقبل، وهذا ينسف اتفاق الجمعة العظيمة. بالتالي ممكن أن تلجأ إيرلندا إلى إجراء استفتاء على الانفصال تحت مكرهة على القيام بهذا الاتجاه، وربما تسبقها أيضا اسكتلندا بهذه الخطوة التي صوت بها عدد كبير من السكان في العام 2019 رفضا للخروج من الاتحاد الأوروبي. خيارات تيريزا ماي منحصرة وقليلة جدا، وهي قاب قوسين أو أدنى من هزيمة تاريخية في البرلمان لصفقتها لصفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأستاذ عمر، من الواضح أنه الهزيمة لماي متوقعة، لكن يعني ما ننتظره هو المفاجأة في التصويت بحجم هزيمة ماي، لكن مع عدم استباق الأحداث طبعا احتراما للتصويت الذي ننتظر نتيجته، هناك توقعات على الصعيد الاقتصادي أيضا. يعني سعر الجنيه الاسترليني، قرار عدم مغادرة الاتحاد الأوروبي، يعني التوقعات كانت تؤدي إلى ارتفاع الجنيه بشكل كبير، الخروج بدون اتفاق سيؤدي إلى انخفاضه إلى مستويات قياسية. هذه التوقعات فيما يتعلق بسعر الجنيه الاسترليني في أي سياق تضعها مع الاحتمالية الأكبر برفض الاتفاق؟ نعم، شوفي، هو رئيس البنك المركزي الإنجليزي أعلن قبل حوالي أسبوعين من الآن أو 3 أسابيع، قال إن خروج بريطانيا بالاتفاق هو سيء، ولكنه كبنك مركزي إنجليزي يستطيع أن يتجاوز هذه الأزمة ويعود النمو إلى وضعه، لكن بعد ما يقرب من 10 سنوات. ولكن الخروج بالاتفاق، الخروج بالنو ديل مع الأوروبيين، هذا يشكل كارثة على البنك المركزي الإنجليزي الذي قال إنه لا يستطيع ولا توجد لديه خطط لمواجهة الخروج بالنو ديل، أي الخروج بدون اتفاق مع بروكسل، اتفاق بين لندن وبروكسل. بالتالي
يبقى هذا أيضا مؤثر ومؤشر قوي على أن الاقتصاد البريطاني سيواجه أزمة حقيقية على الأقل، نتحدث من 5 سنوات إلى 10 سنوات إذا ما خرجت بريطانيا باتفاق. ولكن إذا ما خرجت بريطانيا بالاتفاق فإن الأزمة ربما تطول مدتها إلى أن تتعافى بريطانيا مرة أخرى. مشكلة المشاكل في هذه الموضوع في هذا الجانب، في هذا الجانب الاقتصادي تحديدا، أن الخروج بالاتفاق تحدثنا أن مشاكله يعني لا يستطيع البنك مواجهتها، ولكن الخروج بهذا الاتفاق هو إبقاء إيرلندا، هذا تفاصيله طبعا ينص على إبقاء إيرلندا الشمالية الدولة أو الإقليم في المملكة المتحدة وفق قوانين السوق الأوروبية والاتفاق الجمركي الموحد. وهذا يعني أنه خلال الفترة الانتقالية التي من المفترض أن تبدأ في 23 من مارس المقبل وتنتهي في نهاية ديسمبر عام 2020، إذا لم تتوصل إنجلترا، إذا لم تتوصل لندن مع بروكسل إلى إعلان سياسي وإلى علاقة مستقبلية واضحة بينهما، فإن الخيار سيكون هو الذهاب إلى الباك ستوب، وهي نقطة المراقبة التي سوف توضع في إيرلندا الشمالية. مشكلة هذه النقطة غير أنها مرفوضة من إيرلندا قولا واحدا سواء في جمهورية إيرلندا أو إيرلندا الشمالية، المشكلة أيضا تكمن إلى أنها غير منتهية، unlimited، هذه لا توجد لها فترة محددة، ولم تتفق ماي مع بروكسل على فترة محددة، بالتالي تبقى هذه المنطقة من بريطانيا وهي إيرلندا الشمالية وفق القوانين الأوروبية، وهي بوابة خلفية لبقاء بريطانيا ككل في الاتحاد الأوروبي بشكل غير سليم وغير صحي، لأن هذا هو المدخل الجغرافي الوحيد الذي يفصل أو الذي يوصل بين أوروبا من خلال جمهورية إيرلندا مع المملكة المتحدة من خلال إيرلندا الشمالية، وهذا أيضا سيربك الاقتصاد البريطاني. وأصعب شيء أنه سوف يبقي بريطانيا غير قادرة قانونيا على الدخول في اتفاقيات تجارية مع أي دول خارج الاتحاد الأوروبي. لا تستطيع بريطانيا إذا ما بقيت إيرلندا الشمالية في الاتفاق الجمركي وفي السوق الموحدة، لا تستطيع بريطانيا أن تقيم علاقات اقتصادية مع الصين، مع الشرق الأوسط، مع أمريكا، إلا إذا انسحبت كليا من هذه الاتفاقيات. والانسحاب الكلي يعني أن يكون هناك سقف زمني محدد، وهذا السقف إلى الآن غير معلن. طيب أرجو أن تبقى معي أستاذ عمر، يعني دعني أستمع إلى وجهة نظر الضيف هنا عبر سكايب، الأستاذ محمد رجائي بركات خبير العلاقات العربية الأوروبية من بروكسل. في الشق الاقتصادي أيضا يعني كانت دوما التوقعات تتحدث عن في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي بريطانيا خامس أكبر قوة اقتصادية سيدخل هذا الأمر في المجهول، الآن مع التوقعات التي تميل إلى رفض الاتفاق، في رأيك هل ينقذ ذلك الجنيه الاسترليني والاقتصاد البريطاني من كارثة بالفعل؟ بريطانيا مستفيدة من اقتصاديا من وجودها داخل الاتحاد الأوروبي، المبادلة التجارية، التسهيلات التي تحصل عليها بريطانيا وبعض المناطق البريطانية الأقل ثراء، هناك مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي لكافة المناطق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بريطانيا أيضا مستفيدة، بريطانيا مستفيدة من برامج التعاون، البحث العلمي، المستفيدة من الكثير من الجوانب، وبالتالي أيضا هناك الكثير من الاستثمارات الأوروبية داخل بريطانيا. بريطانيا تساهم في الكثير من الشركات الدولية العاملة داخل دول الاتحاد الأوروبي أيضا، فالكثير من البريطانيين يعملون داخل دول الاتحاد الأوروبي ويحصلون على تسهيلات إلى آخره. بعض مناطق تستخدم اليد العاملة الأوروبية، اليد العاملة المؤقتة التي تأتي في بعض الفصول من أجل مساعدة المزارعين على قطف الثمار والعمل في المزارع إلى آخره، فكل هذه الأمور ستفقدها بريطانيا. فبالتالي وأيضا يجب أن لا ننسى سوق لندن المالي المستفيد أيضا من الاتحاد الأوروبي، من وجود الاتحاد الأوروبي، فأعتقد بريطانيا اقتصاديا ستكون خاسرة. المشكلة في ما حصل، يعني بدأت المشكلة منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق السيد ديفيد كامرون، أراد أن يفوز بالانتخابات البرلمانية آنذاك، ووعد الشعب البريطاني أنه في حال انتخابي سأعمل كل ما في وسعي من أجل
إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالفعل فاز في الانتخابات وبدأ يعمل ويتحرك لهذا الغرض، ولكن في النهاية شعر بأن هذا أمر سيء بالنسبة لبريطانيا. استطاع أن يحصل على تنازلات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تنازلات تتعلق بحرية حركة العمال والكثير من التنازلات الأخرى، وذلك من أجل إقناع البريطانيين على التصويت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن لم ينجح في ذلك. وجاءت السيدة تيريزا مي التي كانت وزيرة للداخلية، وهي واعية وتعلم تعرف جيدا مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وجاءت وصلت إلى الحكم، ولكن نرى الآن أنها مصرة مهما كلف الثمن على الاستمرار في عملية الخروج، على الرغم من أن الكثير من الخبراء البريطانيين ورجال الاقتصاد يرون أن من مصلحة بريطانيا البقاء. وجدنا الكثير من هي في الشركات ذلك العالمية، في رأيك تدافع بشكل أساسي عن مستقبلها السياسي دون النظر إلى مصلحة بريطانيا؟ أعتقد هناك نوع من، يعني لا أريد أن أقول العجرف والكبرياء البريطانية، يعني عندما كنت أشاهد ديفيد كامرون يدخل إلى مباني الاتحاد الأوروبي، المجلس الأوروبي قبل انعقاد القمم الأوروبية، أسلوبه في التعامل مع الصحفيين والإعلاميين، أسلوبه في حتى التعامل مع رؤساء الحكومات الأوروبية الأخرى، يعني كان نوع من أسلوب، هناك كان نوع من الاستعلاء، وهو أعتقد أنه حفر حفرة ووقع فيها يعني. والآن السيدة تيريزا مي قد يكون مصيرها مصير نفس المصير الذي عاشه ديفيد كامرون الذي اختفى عن الأنظار الآن. هناك أيضا شخصيات بريطانية أخرى كعضو البرلمان الأوروبي، سيد فرج الذي بذل كل ما في وسعه من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنه في نفس الوقت عضو في البرلمان الأوروبي في إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. فبالتالي يعني أعتقد في النهاية سيدة تريزا مي ستخرج خاسرة من هذه المعركة. نعم، ابقى معنا يعني أستاذ محمد رجائي بركات، ودعني أنتقل بنقاش إلى الأستاذ عمر بشير الصحفي من لندن. أستاذ عمر، في سياق التوقعات التي ذكرتها لنا، احتمالية عرض الأمر من جديد على الشعب البريطاني للاستفتاء، هذا الأمر يعني رغم أنه ينظر إليه من جانب أنه يعني يهدد صورة الديمقراطية في بريطانيا، إلا أنه له طرح آخر من وجهة نظر أخرى، وهو أن قرار تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي كان له يعني توقعات مختلفة، أجواء مختلفة، والظروف تغيرت بعد أن أصبح البريطانيون الآن يدركون مدى خطورة خروجهم من الاتحاد الأوروبي. يعني بداية هذه هي الديمقراطية، البريطانيون توجهوا في العام 2019 للاستفتاء، وبنسبة 52% أيدوا الخروج من الاتحاد الأوروبي قانونيا أو حفاظا على مبادئ الديمقراطية. يصبح هناك خلل إذا ما عدت بعد عامين وأجريت استفتاء ثاني كأنك ترفض ما حملته نتائج الاستفتاء الأول. هناك فترة أو هناك قرار يجب أن ينفذ، ثم نعود إلى طرح يعني أي خطة بديلة، يعني كمثل أي انتخابات، هناك فترة يقضيها الرئيس ثم يتم التوجه إلى انتخابات ويتم إعادة تصويت المسار بيد الشعب، لكن أن يقول الشعب كلمته في الموضوع ولا يتم الأخذ بها، هذا ينسف مبادئ الديمقراطية. سواء يعني بالمناسبة أيضا تريزا مي شخصيا ليست بريكزيتر، ليست من أمصار الخروج، لكنها جاءت تنفذ هذا المشروع كما تقول هي وفقا لما يريده أو لما أراده الشارع البريطاني في العام 2016. لكن الخلاف هو على الخطة وليس على المبدأ. رافضي هذا الخروج أو هذا الشكل من الخروج يعترضون على الخطة وليس على الفكرة ككل، الخروج من الاتحاد الأوروبي. معظم رافضي هذه الخطة في وست منستر في البرلمان من معظم الأحزاب هم مع الخروج، ولكن يرفضون هذه الخطة، مثل حزب البي يو بي حليف الحكومة، الحزب الوطني، الحزب الديمقراطي الأيرلندي، هو يرفض هذه الخطة ويريد خطة مقبولة له ولجارته في إيرلندا، جمهورية إيرلندا. الحزب الاسكتلندي هو يرفض الخروج ككل، هذا موقف آخر، هو مع البقاء لأنه حصل، لأن في التصويت عام 2016
معظم سكان سكوتلندا كانوا مع البقاء، فهو يؤيد البقاء، ولكن هناك كلمة واحدة للمملكة المتحدة يشكلها هذا التناغم من السكان الذين في الاستفتاء الذي تم في العام 2016 قالوا كلمتهم بأقلية 52% أنهم مع الفرق. هناك سيناريو ممكن أن يتم، هو فقط بعض الأراء توقع أن يكون هذا أيضا أحد السيناريوهات المطروحة، ولكنه يبقى صعبا على التصحيح، ولكن هدف منه الحفاظ على مبادئ الديمقراطية، وهو أن تخرج بريطانيا ثم تعيد إجراء استفتاء على الدخول في الاتحاد الأوروبي أو الاستمرار في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي. الهدف من هذا الطرح هو غير منطقي وغير عملي، ولكن يبقى مدخل قانوني، والهدف منه الحفاظ على مبادئ الديمقراطية. ما أريد أن أقوله أن موضوع أن صحيح أن هناك من صوت مع الخروج من الاتحاد الأوروبي وأعاد التفكير مرة أخرى بعد أن اتضحت الأمور، ولكن يبقى هناك يعني استهداف لمبادئ الديمقراطية إذا ما تم هذا الموضوع. وقبل قليل تريزا ماي في كلمتها قبل إعلان التصويت في البرلمان وستمنستر قالت أن الذهاب إلى سكند رفرندم إلى استفتاء ثاني أمر مرفوض ويضر مبادئ الديمقراطية، وقد يدخل أو يدخل البلاد في انقسامات وسيصعد من إجراء مساورات جديدة مع الاتحاد الأوروبي. الموضوع واضح في بريطانيا، موضوع الحفاظ على الديمقراطية. أيضا في موضوع المكاسب والمخاسر الاقتصادية، صحيح أن بريطانيا تتضرر من الخروج، ولكن يعني مع الاحترام لرأي السيد الضيف، أيضا هناك ضرر آخر على أوروبا وليس فقط على 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 بريطانيا. أوروبا أيضا تضرر، بريطانيا مع ألمانيا هما أقوى. طيب كيف تلخص لنا هذا الضرر حتى نعطي الأستاذ محمد مجال الرد؟ الضرر الأوروبي، الضرر الأوروبي أقل من الضرر البريطاني. لست خبيرا اقتصاديا لأتحدث عن مقياس الضرر، ولكن بريطانيا وألمانيا هما أكبر داعمين للاتحاد الأوروبي ماليا وسياسيا، هما ثقل هذا الاتحاد الأوروبي. الجميع يعرف أنه إذا ما خرجت بريطانيا وإذا ما تركت ألمانيا الاتحاد الأوروبي فإن هذا الاتحاد اقتصاديا سينهار، لأنه يبقى فيه ثقل قوي يستطيع أن يدير هذه الأزمة. أوروبا معنية بالبقاء لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. إذا ما بريطانيا طلبت التنديد، وهذا خيار مطروح تلجا بريطانيا حاليا إلى طلب تمديد البقاء في الاتحاد الأوروبي، قولا واحد أوروبا سوف توافق دون أن يرمش لها جفن، سوف توافق على الطلب أن تبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في التمديد. ولكن أيضا أوروبا معها الحق في هذا التعامل مع بريطانيا، وهي تريد أن توصل رسالة أيضا للآخرين أن الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس سهلا، وعلى الجميع وعلى أي حد يفكر في الخروج أن ينظر إلى ما يحصل إلى المملكة المتحدة، إلى بريطانيا. صحيح أن هناك ضرر اقتصادي على بريطانيا، ولكن هنا يقولون أنهم يستطيعوا السيطرة عليه إذا ما تم الخروج باتفاق أو إذا ما تم تعديل الاتفاق. هناك فترة من الركود الاقتصادي، ربما مغادرة عدد كبير من الأوروبيين. صحيح أن هناك بريطانيين موجودين في أوروبا، ولكن في المقابل نتحدث عن ما يقرب من 5 ملايين أوروبي يعيشون في بريطانيا، ومعظم هؤلاء الأوروبيين يعيشون في بريطانيا دون عمل، يعني معظمهم يعمل بشكل يعرفون في السوق الأوروبية بأنه خارج نطاق العمل الكونتراكت العقود مع الشركات، بمعنى أنه يحصل على المساعدات من الدولة وإلى آخره من كل هذا السيناريو. وهو في هذا الشخص أو هذه الفئات الأوروبيين سوف تغادر بريطانيا إذا ما تم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تريزا ماي تتحدث عن أنه بعد اليوم الأول للخروج من الاتحاد الأوروبي سوف تبدأ في مفاوضات انتقالية مع الأوروبيين تنتهي في ديسمبر 2020، وسوف تؤدي هذه المفاوضات إلى توضيح إعلان سياسي وعلاقة اقتصادية مع الأوروبيين، والأهم هو منع حرية الحركة أو حد من حرية الحركة، وهي تقصد بها الهجرة بين قوسين، القدوم إلى هنا أوروبيا أو من غير أوروبا للحصول على مساعدات دون العمل في وظائف. طيب أستاذ عمر، يعني منذ قليل تم رفض التصويت على تعديل خطة ماي، ماذا يعني ذلك فيما يتعلق بالتصويت على الاتفاق، يعني وماذا يكون حاسما يعني بعد رفض التعديل؟ هل تتحدثين عن رفض التعديلات؟ نعم، رفض التعديلات على خطة ماي. اقترحت تريزا ماي إجراء تعديلات حتى يتم تمرير هذه الخطة. يعني هناك عدد من النواب في مناقشات مستمرة.
مستمرة على مدار 5 أيام ماضية للوصول إلى هذه اللحظة، هناك من طرح على تريزا مي أن تقدم تعديلات على الخطة كي تمر هذه الخطة، وبعد مناقشات ومد وجزء بين الجانبين بين الحكومة البريطانية وتريزا مي وبين النواب، هي قدمت هذه التعديلات، ولكن أو يعني التعديلات التي رأتها مناسبة والتي ممكن أن ترضي الأوروبيين. يبدو أن البرلمان الآن كما تقولين أو كما تبعتنا قبل قليل في موضوع التعديلات، هو رفض هذه التعديلات بما فيها التعديلات المتعلقة صحيح على الباك ستوب في الحدود بين بلفاست ودبلن في جزيرة إيرلندا. هذه كلها مؤشرات على أن الاتفاق الذي وصلت إليه ماي مع بروكسل الذي سيعرض الآن على البرلمان للتصويت عليه هو كما هو دون إجراء تعديلات، وكل المؤشرات بما أنه باقي على حاله فإنه لن يمر في البرلمان البريطاني وسيكون هناك رفض لهذا الاتفاق. وأيضا تريزا مي تتحدث عن أن موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي ككل إذا ما رفض هذا الاتفاق يبقى. طيب دعنا ابقى معنا أستاذ عمر، نستمع إلى يعني مجلس العموم البريطاني الآن وفيما يبدو أنه نتيجة للتصويت حتى الآن. المعارضون إلى اليسار 432، إذن المعارضون يفوزون بهذا التصويت. نقطة نظام، حضرة رئيسة الوزراء تفضلي. البرلمان عبر عن رأيه والحكومة سوف تستمع، واضح أنكم لا تناصرون هذا الاتفاق، ولكن لا يبين ما الخطوات التي سوف تلجأون إليها أو طريقة اللجوء إلى خيار آخر سواء عبر استفتاء أو عبر البرلمان. من الواضح أن البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي والأوروبيين المقيمين في بريطانيا يستحقون الإجابة عن هذا السؤال. بالنظام سوف يعطى للجميع أو سوف تعطى للجميع الفرصة للتعليق، ولكن فلنستمع إلى رئيسة الوزراء الآن. علينا أن نكون واضحين مع الأوروبيين ومع البريطانيين. دعوني أوضح للجميع كيف سوف تعمل الحكومة مستقبلاً. أولاً سوف نحرص على الحصول على ثقة الحكومة، ما زالت تتمتع بثقة هذا المجلس، وإما فيكون علينا أن نختبر هذه الفرصة. إذا كانت المعارضة ترفض هذا الاقتراح فستقدم بحسب قانون المجلس، وأن يقدم المجلس وقت لنقاش هذا الطرح غدا. وإذا رفضت المعارضة الرسمية ذلك فيجب أن نوفر الوقت في الغد لكي نناقش أي تعديلات مطلوبة للقيام بهذا التحديد. ثانيا، إذا أكد المجلس ثقته في هذا المجلس فسأخذ اجتماع مع زملائي والأعضاء من كل أعضاء المجلس لنرى ما كيف يجب الحصول على موافقة هذا المجلس. ستقوم هذه الحكومة بهذه المناقشات على أساس بناء. بسبب الحاجة السريعة للقيام بالوصول إلى تحقيق تقدم، فيجب أن يكون هناك دعم رسمي في هذا المجلس، وسيكون عليهم اكتشاف هذه التعديلات مع الاتحاد الأوروبي. لهؤلاء الذين يخافون من أن تتأخر الحكومة عن ميعادها في ذلك الوقت، هذه ليست خطتنا. وأنا أرى أن أفضل طريقة للأمام هو أن ترك الاتحاد بشكل منظم باتفاق جيد، وأن نناقش ذلك في السنة القادمة. والذي عقد مع زملائي من هذا المجلس هو غير ملزم، ولكن الحكومة تحترم إرادة المجلس فستقدم طلب للقيام بذلك في يوم الاثنين القادم. بالنسبة للشعب البريطاني الذي قرر بطرد الاتحاد الأوروبي منذ عام ونصف بعد هذا الاستفتاء، فأنا واجبي أن أحقق إرادة هذا الشعب
كل يوم يعدي بدون حل هذه المشكلة، فهذا يعني عدم اليقين ومشاكل أكثر. سمعت الحكومة ما على المجلس أن يقوله اليوم، ولكني أسأل أعضاء من كل أعضاء من كل أطياف المجلس أن يستمعوا إلى الشعب البريطاني الذي يريد حل هذه المسألة، وأن يعمل مع الحكومة من أجل تحقيق ذلك. سأنتقل إلى زميل آخر، ولكن بالنسبة للسيد جيرمي كوربن رئيس المعارضة، نتيجة التصويت اليوم هو هزيمة لهذه الحكومة، هذه هزيمة كارثية لهذه الحكومة بعد عامين من النقاش في هذا الموضوع. تقدم الحكومة حكمها في هذا بشأن الاتفاق. أعمال الحكومة في هذه السنوات السنتين الماضيين تتحدث بوضوح عن نفسها، هي تحاول أن تتواصل الآن أن تجعل عملياتها الفاشلة مستمرة بعد أن تم رفضها من هذا المجلس وسكان هذا البلد. نحن حزب العمال نرفض الاتفاق، لا يجب أخذ أي اتفاق، لا يجب أخذ أي اتفاق من الطاولة، ويجب أن يكون وضع حدود آمن، ويكون حق الناس في الأمن مضمون. في كل مرة تأتي رئيسة الحكومة وتغلق الباب على الحوار، اتحادات العمال يرون نفس هذا الموقف، وقد تم تجاهلهم. في العامين الماضيين كان لها أولوية واحدة فقط، هي الحزب المحافظ، ورفضت الوصول إلى نهاية الخط. لا تستطيع أن تؤمن حقا أن بعد عامين من الفشل أنها قادرة على وصول اتفاق يرضي أهل هذا البلد. ما هو أمامنا الآن أن الحكومة فقدت ثقة هذا المجلس، وعلى بناء على ذلك أعلمكم أنني قد قررت طرح عدم الثقة على هذه الحكومة، وأنا سعيد أن هذا الإجراء سيتم نقاشته غدا، فيستطيع هذا المجلس أن يعطي حكمه في رأيه في الثقة في هذه الحكومة، وتمرير اقتراح عدم الثقة في هذه الحكومة. سأتي إلى الآخرين بعد ذلك. أريد أن بالنسبة للأعمال غدا، أشكرك على ذلك. أرى أن أفضل وسيلة للاستمرار في هذا الوصل وهو أن نصل إلى المواضيع، وهو ما يناسب هذا المجلس. هل توافقون على ذلك؟ يجب أن نكون منتبهين بشأن أن الساعة تمر وأن الوقت يمر، وأن ذلك يأخذ وقتا طويلا للوصول إلى ذلك. هذه هزيمة مهينة للحكومة، ولكننا حين أستمع إلى رئيس الحكومة أنا أرى أنها يجب أن تتحمل مسؤولية ما حدث اليوم، وقد طرح رئيس المعارضة أو عدم الثقة، وسندعمه غدا. أريد أن أوضح أن بالفعل الوقت يمر، وعلى الحكومة أن تؤمن سلامة هذا البلد، وأن ترفض المادة 50، وأن تكون هناك محادثات مع أعضاء المعارضة، وأن نأتي معا لكي نصل إلى ما يحق مصلحتنا جميعا، وأن نستمع إلى صوت البرلمان، وأنه ليس هناك دعم لهذا الاتفاق، والشيء الصحيح للقيام به أن نعلق المادة 50 ونطرح ذلك للناس التصويت عليه. هو كان يستخدم حقه في ذلك، وأريد أن أسمع ما الذي يريد أن يقول للمجلس
مسألة ليست مسألة المجلس، ولكن حقه في تقديم وأن يكون الموضوع طرح للنقاش الكافي، ويعطي فرصة لقاعدة الأعضاء الأحزاب الآخرين ليصلوا إلى نتيجة، وفرصة للأعضاء والزملاء لدراسة الأمر. أعطي للسيدة الكريمة الفرصة. نقطة نظام، بهذه النتيجة التي وصلنا إليها غير مسبوقة من قبل، من الواضح أن هذا الاتفاق وأي شكل فيه لن يمر من هذا المجلس. يجب أن نظهر كيف يمكن للمجلس أن يقدم هذا الاتفاق، وأن يظهر رأي الناس، وأن يطرح للرأي الناس مرة أخرى. ستكون هناك فرصة لها أن تقدم أفكارها بشأن هذا الأمر والمقترحات للتقدم للأمام والنقاش بشأن ذلك. إذن مشاهدينا، كما كانت التوقعات، رفض اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكزيت من قبل مجلس العموم البريطاني بواقع رفض 432 عضوا مقابل موافقة 202. تيريزا مي حاولت أن تصر على أهمية هذا الاتفاق، لكن كما من قبل قوبلت كلمتها بصراخ من المتواجدين ورفض للاستماع إليها، بل وعرض زعيم المعارضة كما كان متوقعا أيضا قرار بطرح سحب الثقة من هذه الحكومة، وتم وصف ما حدث أنه هزيمة مهينة تتحمل تيريزا ماي المسؤولية عنها. ما زالت الجلسة منعقدة في أعقاب رفض الخروج أو الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي. ما زال معنا عبر سكايب من بروكسل الأستاذ محمد رجائي بركات. يعني الجلسة نهايتها لم تكن بعيدة عن التوقعات. الآن حكومة تيريزا ماي من الواضح أن الاحتمال الأكبر أنه سيتم سحب الثقة منها. طبعا سيتم سحب الثقة منها، وربما سيتم محاولة إعادة الاستفتاء مرة أخرى. ماذا سيجري بعد سحب الثقة؟ هل سيتم إجراء انتخابات مبكرة؟ هل سيفوز في المستقبل حزب العمال ويشكل حكومة جديدة تقوم هذه الحكومة بإعادة التفاوض أو بإعادة بريطانيا إلى الصف الأوروبي داخل الاتحاد الأوروبي؟ طبعا هذه كلها توقعات، وسنرى خلال الثلاثة أيام القادمة. هي تحدثت عن احتمال طلب من الاتحاد الأوروبي الموافقة على بعض التعديلات إلى آخره، ولكن كل هذا لن يؤدي إلى نتائج التي ترجوها السيدة تيريزا ماي. أشكرك جزيلا لوجودك معنا يعني طوال انتظار فترة التصويت وحتى نهايته. أستاذ محمد رجائي بركات، خبير العلاقات العربية الأوروبية، كنت معنا على الهواء مباشرة عبر سكايب من بروكسل. ودعوني مشاهدين أنتقل إلى الأصداء في الولايات المتحدة الأمريكية. معي عبر الهاتف السيد ماك شرقاوي، المحلل السياسي من نيويورك. السيد ماك، كيف يعني تابعت الولايات المتحدة ما يحدث في بريطانيا انتهاء برفض خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ ما فيش شك ان كان متوقع ان يكون في يعني تصويت ضد خطة الخروج، ولكن مش بهذه الأغلبية الساحقة. يعني 432 صوت ل 202 صوت، اعتقد انها أغلبية لم تكن متوقعة ان تكون، يعني المجلس يرفض تماما بهذه الأغلبية الساحقة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ما في شك طبعا ان الولايات المتحدة الامريكية والرئيس دونالد ترامب كان يعضد من يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، وبالتأكيد كانت هناك تساؤلات كثيرة، لانه كان يدعو دول اخرى وبلدان اخرى من الاتحاد الاوروبي ان تخرج. فاعتقد ان ذلك بالتأكيد يخيب امال الرئيس دونالد ترامب في يعني تحقيق ما كان يريده من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وفقا للاعراف البرلمانيه في المملكه
المتحدة من حق المعارضة أن تطلع الثقة، وبالتأكيد السيد جيرمي يكون بالفعل دعا إلى الثقة وإحمال كبير. نعم. تم يعني سحب الثقة من حكومة تريسا ماي. صحيح. وبالتأكيد سوف يكون هناك تغيير لدخول العمال مرة أخرى مكان المحافظين في المشهد البريطاني. أعتقد أن سوف يكون هناك دعوة لاستفتاء جديد على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فالجميع ينتظر ماذا سوف يكون تحمله الأيام القادمة. تمام. في نفس السياق سيد، أكيد في نفس السياق سيد ماك، يعني على عكس ما كان يأمل ترامب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هل هناك من تأثير يعني بقاء بريطانيا كقوة اقتصادية داعمة للاتحاد الأوروبي ماليا وسياسيا على العلاقات التجارية الأمريكية البريطانية؟ ما في شك طبعا كان نوع من يعني العصا والجزرة أن تكون هناك يعني محاولة الرئيس دونالد ترامب أن يفكر أن تكون هناك اتفاقات بايلاترال، يعني اتفاقات ثنائية مع الدول، وكان طبعا يعول على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى تكون الاتفاقات التجارية أكثر نفعا وأكثر حكما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين بريطانيا، وهي الحليف القديم للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بالتأكيد في وجود حزب العمال في وجود حزب العمال في الحكم، أعتقد أن يعني العلاقات لا تكون جيدة مع وجود حزب العمال بين الولايات المتحدة الأمريكية، بينما مع المحافظين أعتقد أن العلاقات تكون أفضل كثيرا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المملكة المتحدة. فبالتأكيد هناك أنتظر الآن على تويتر تغريدة من الرئيس ترامب عن ما يحدث. أكيد متوقع. البريكزيت. الجميع ينتظر إلى تويتر. طبعا متوقع جدا. سوف يعبر عنه الرئيس دونالد ترامب. نعم. أشكرك جزيلا سيد ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك. ومشاهدينا كنا معكم في هذه التغطية الحية لوقائع جلسة ساخنة واعتراضات واضحة من قبل مجلس العموم البريطاني جعلت التنبؤ برفض اتفاقية الخروج واضحة. وبالفعل رفض مجلس العموم البريطاني بإجمالي 432 عضوا اتفاق الخروج، وقامت المعارضة بعرض تمرير سحب الثقة من حكومة تريزا ماي. متواصلون معكم مشاهدينا في متابعتنا الإخبارية، دقائق ويأتيكم موجز العاشرة لأهم الأنباء. إلى اللقاء.